في راس الحقالي الفريقي هالي. يا حياتنا اكيد هذه احبينا الافريقي في كل مكان يغنيوا فيها لاحباء فريقهم جمعيتهم 100 سنه اكيد اليوم او البارح حملت 100 سنه. نعملوا طلع لاحباء النادي الافريقي في كل مكان. معنا واحد من اساطير النادي باب جديد الجارديان الحارس الدولي السابق ابو بكر الزيتوني مباشره من الدوحه من قطر. ابو بكر شنو احوالك؟ مرحبا بك سلام. مرحبا بك ومرحبا بجمال المستمعين. مرحبا بك. دونك اكيد تاريخ كبير 100 سنه للنادي الافريقي. نهار البارح مش كما اي يوم. نتصور 100 سنه حاجه مش جمعيه الكل في العالم، مش اي جمعيه توصل للتاريخ هذا. بالطبع 100 سنه هي البارح عباره عن جماهير النادي الافريقي، يعني درس اخر اعطاه جماهير النادي الافريقي اللطخات السابقه. والبارح كانت معناها مش معناها اول مره معناها الانسان ممكن ما يشغلت على 100 سنه. يعني الله يرحم ساعة الناس اللي من المسيرين ومن أحبائهم واللي قاعدين قدامة اللي كانوا في النادي الإفريقي اللي محضروش لهذه معناها التظاهرة العالمية. نعتبرها معناها الأفراح اللي صارت البارح جمهور النادي الإفريقي عطاها معناها درس لجميع مع كامل احتراماتي لجماهير الرياضية الكل. اللي البارح أحسن تيتر اللي هزت النادي الإفريقي هو الروعة والجمالية نتاع الاحتفال بهذا اليوم التاريخي بشكل معناها للأجيال والأجيال القادمة. هذا معناها حاجة، لكن ما ننساش اللي النادي الإفريقي معناها في الموسم هذا برغم الظروف اللي تعدات برغم التيتروات ما تهزتش معناها في جميع الأصناف، لكن التيتر الوحيد اللي هزه النادي الإفريقي هو الجمهور نتاعو. الجمهور نتاعو هز شعار النادي، احتفل بمئة سنة. فما ناس كما قلت لك معناها الله يرحمهم ونعمهم سواء المسؤولين أو أحباء أو لاعبين قدامى اللي ما خلفوش على اليوم هذا. وأنا واحد من الناس نهدي لهم لأرواحهم هذا الإنجاز الكبير اللي عملوا. وديما ينفرد جمهور النادي الإفريقي بالأمور هذيا، وكشفت معناها الناس كيفاش معناها الحب للجمعية وغيرتها على الجمعية. وهذا اللي حكينا وهذا اللي ديما ندوا به نقول رغم ماذا فينا تتألف القلوب والناس الكل تتبع شعار. ورسالة أيضا إلى المسؤولين اللي نايمين نقولها بكل صراحة في العسل اللي في غيبوبة لمدة سنة برغم الظروف اللي قاعدة فيها الجمعية. ما تماش ندوة صحفية، ما تماش احتفالات معناها ولا ندوة صحفية باش رئيس نادي أو مسؤول في النادي يخرج يتكلم، ولو أنه ما تماش مسؤولين. فما نورمالمون المسؤولين اللي عنده أي مسؤول في أي نادي في تونس مع كامل احتراماتي لهم من أن جمعية أي جمعية كانت يعتز بهذا الجمهور ويتمنى يكون عنده جمهور كما جمهور النادي الإفريقي. يعني جمهور النادي الإفريقي أعطاه درس مرة أخرى في الوفاء، وإن شاء الله في المستقبل هذايا باش أن تتوحد الصفوف الكل سواء من القدماء أو الجدد باش يتوحدوا ويخدموا كان الشعار. شفت احنا الناس لما تتلمكوا أنا مش شعار ولا تخاتش عملوا، وشفنا اليوم في المئوية متاع النادي الإفريقي كيفاش احتفلوا، كيفاش معناها كل إنسان من موقعه سواء فرديا أو جماعيا أو سواء تابع خلية الأحباء أو في المنطقة متاعه أو في الولاية متاعه، معناها كيفاش معناها تتوحد الصفوف تابع الشعار لكلوب أفريكان توريت العجب والعجاب العجاب. أبو بكر أنت عشت في فترة حلوة برشا، فترة التسعينات في النادي الإفريقي، شنو اللي يقعد لك في الفترة ذيك بعدها اللي تدل على علاقة متاع نادي باب جديد النادي الإفريقي خاصة؟ والله مش العلاقة، أي لاعب سواء معناها تعدى في النادي الإفريقي تعدى بنكاسات وتعدى معناها كما نقولوا خيبات وتعدى بتيتروات. يعني لما تهز أنت تهز في النادي الإفريقي هو الهم الوحيد نتاعك. أنا نقولها وبكل صراحة ومعناها كمان الكارير نتاعنا في آخر التسعينات يقعد ديما الشمعة الضوايا هو جمهور النادي الإفريقي. يعني أنت باش تبلى الحاجة اللي نحسها أنا واللي ربحها أنا توا حب جماهير النادي الإفريقي ليا بعد ما كملت الكورة باش كنت نكون. لكن هذايا ديما تخمم في جماهير هذيا باش تدخل لهم الفرحة. إن شاء الله نكون أنا واحد من الناس اللي دخلت شوية فرحة على جماهير النادي الإفريقي وكل لاعب في النادي الإفريقي وكل مسؤول في النادي الإفريقي من أي منطلق كان سواء مسؤول أو لاعب أو في أي منصب كان لازم يحاول يدخل الجمهور يدخل لهم الفرحة. هذاك اللي يبقى راه تبقى التاريخ نتاعك شنو اللي عملت في النادي الإفريقي، تبقى الأخلاق نتاعك، تبقى التربية نتاعك، تربينا على الأخلاق، تربينا على حب الجمعية على الشعار. ولو أني نحب النادي الأولمبي للنقر أنا وكنت نحب الكلوب أفريكا كذلك، هذه فرصة نتمنى النادي الأولمبي للنقر باش ترجع إلى المصاف الفرق الكبرى. لكن النادي الإفريقي معناه فريق غير طبيعي، فريق عنده جمهور. البارح برهن
عربيا افريقيا عالميا باللي تحب انت. معناها ناس خرجت وجابت الكورونا في وضع صحي معناها حرج للغايه, ناس مع شعار انساب الكورونا. معناها الناس الافريقي عطى البارح رونق كبير في وسط البلاد معناها, والجو الكبير اللي عاشوه الجماهير الافريقي معناها حاجه كبيره. وهذاك علاش انا نقول لك معناها اي لاعب ولا اي مسؤول لازم يتحمل المسؤوليه ويحاول يعطي حاجه للنادي للشعار باش يبقى له تاريخ, يبقى معناها الذكرى نتاعك. اذا عملت الباهي راه باش تبقى الباهي, واذا عملت الخايب راه باش تقعد ديما معناها حتى في حد ذاتك في نفسك باش تعمل حاجه خايبه راه تقعد حتى بعد الكوره تقول يا ليتني عملت. انا باللي عملت في النادي الافريقي ما عملت حتى شيء, لانه يعني كنت نجم نقدم اكثر. معناها كل انسان يحب, يعني حبيت الشعار هذا وحبيت الجماهير نتاعهم. شفنا الناس معناها في اللطخات في المرض نتاعهم, شفنا الناس نحات من قوت نتاعها وعطات, شفنا معناها شيء غريب وغريب جدا. النادي الافريقي راهو ما هو سهل, النادي الافريقي راهو اللي يحب الجمعيه هذيا ويدخل البارك. فهمت هذه النادي اخر المسؤولين باش يرجعونا للبارك نتاعنا ويرجعونا للدار اللي تكون فيها اجيال واجيال. الله يرحمه حمزه الحجيدي وطاهر الشايبي وكذلك حارس الاسطوره عتوقه وعديد وعديد من الاجيال واللاعبين والمدربين القدامى والجدد. معناها يلزم الناس الكل تتوحد ونرجعوا للبارك نتاعنا اللي وحدنا. شوف يعني احنا توحدنا في كامل تراب الجمهوريه لكن ما عندناش ملعب. ان شاء الله المسؤولين يفيقوا على رواحهم في اول فرصه ممكنه يعملون البارك نتاعنا, وتكون الموسم الجديد انطلاقه حقيقيه للنادي الافريقي, وتكون فما اداره والجمهور هما تدرس فيك يا مسؤول على نفسك. الجمهور شوف من كامل من الشمال الى الجنوب, شرقا وغربا وشمالا وجنوبا, يا ودي فيق على روحك وكون اداره صحيحه, اعمل لنا استراتيجيه مبرمجه اداره تكون قويه بالجمهور نتاعك راك تعمل العجب. وبعد تبدا الامور الفنيه باش نركزوا على الامور نتاعنا الفنيه, تبدا عندنا وقتها تجي تيتروات وتجي معناها تجي معناها المشاركات الافريقيه والمشاركات اللي تحب عليها انت في جميع الاصناف مش في رياضه كره القدم برك. النادي الافريقي فيه عديد الفروع وعديد الفروع, لازمك تكون اداره. ما ننساوش الفرحة نتاعنا البارح اللي يلزمنا نكونوا إدارة وعندنا ملعب نحتميو به, ووقتها تبدا الأمور. معناها ما تبداش مشاركة أمور إدارية في الشارع والأمور الفنية في الشارع, تركز الأمور واستراتيجية معينة وبالجمهور هذا يوريك العجب والعجاب. أبو بكر حبيت النادي الإفريقي متعلقين برشا بناديهم وأنت عارف أكيد الشيء هذايا أكثر مني, فماشي موقف فماشي حادثة صارت لك أنت مع حبيت النادي الإفريقي قعدت في بالك وما تنساش؟ والله انا مش باش نقول لك تعاطى, عديد الحوادث صارت وعديد الحوادث معناها فما قتلت يعني معناها يوريك. انا حبيت نعطي طرقه بركه. مره مشينا نلعبوا في باجه مباراه معناها مصيريه, وطلعنا معناها الباجه شفنا محب من النادي الافريقي معناها على 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 يسميه موتور معناها فهمت. جاء الباجه ووقتها مطر غير طبيعيه معناها, لعبنا مباراه فزنا فيها وراجعين وشوفوا في السيد دارس معناها شعار النادي ومروح في على الموتور نتاعو في السنية والمطر خيتين من سماء. معناها تصور معناها اللاعبين الكل وقفنا الكار وطلعنا السيد هذايا هو الموتور نتاعو معناها في الباص نتاعنا وروحنا به لتونس. معناها تصور محب انت في الامطار هذيك ومشى يتفرج في النادي نتاعو, هذا شيء الا لحب الشعار هذيك معناها قالت راسخت لي برشا. وزدنا زادت راسخت برشا حاجات اخرين لما شفنا في اللطخات ناس مرضى وعطات معناها من دواها معناها للنادي الافريقي, وناس عطات من قوت ولادها وناس عطات معناها شيء. الكلوب سي تان فيروس نكلمك بصراحه, الافريقي راهو ماهيش غير طبيعيه اللي يحب النادي الافريقي صحيح. راهو حتى نحترموا الجمعيات الاخرين اللي يعني عندهم يحبوا متيمين, لكن البارح جمهور النادي الافريقي عطاه درس في الوفاء وعطاه درس معناها في معناها بجل اللي تصوروا انت في بالك. يعني تصور معناها لا فما مسؤولين ولا فما معناها هيئه مديره ولا فما تيتروات في الموسم. شفت البارح احسن كيف هو اللي عمله جمهور النادي الافريقي, وهذه تحيه من قطر الى جماهير الغاليه جماهير النادي الافريقي. وان شاء الله الموسم القادم المسؤولين توصل لهم رساله ويحطوا النادي على الطريق الصحيح باش الجمهور هذا يفرح, ومن حقه باش يفرح بالنادي نتاعو باش يزيد في. نخليك في الاخر كان تحب تعدي مساج لحبين الافريقي لاي اي شخص تحب عليه للفريقي, كان تحب تقول حاجه للنادي الافريقي ككيان بو بكر؟ نادي افريقي كيان, نادي افريقي شفت الجمهور ما نجمش نعبر على عند الجمهور, وانا نعتبر واحد منهم.
الجمهور النادي الافريقي متعطش للتدريبات. هذه الرساله نحب نوصلوها هي المسؤولين النادي الافريقي راهو شفت في النكسات وعطيه عطاوك درس فيك يا مسؤول في النادي الافريقي. والمسؤولين القدامى والمسؤولين الجدد يتلموا فار الطاوله ويحاولوا ينقلوا النادي نتاعنا فهمت بالجمهور هذا يلزم يردوا له الاعتبار نتاعه. واقل حاجه يعملوها اللي كون يعملوا هيئه مديره جديده وفما صراحه تكون بين الجماهير وفما معناها علاقه طيبه بين الجماهير والمسؤولين نتاعه والناس لكل حاجه بركه هي هي النادي الافريقي وشعار النادي الافريقي. يعطيك الصحة، شكرا لك أبو بكر. وقتاش تكون بحذانا إن شاء الله في تونس؟ إن شاء الله إن شاء الله. أنا والله الجاي هذه تشوف أنا توا قاعدين رجعنا للدرب وموسم آخر ما رجعناش إن شاء الله الصيف القادم إن شاء الله. إن شاء الله زاد الوباء هذا يترفع على تونس وعلى جميع الدول العربية وجميع العالم فهمت، وإن شاء الله تتمر الأزمة بخير إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة أبو بكر الزيتوني من هنا. ميرسي. مرحبا بك. دونك مازلنا مواصلين في الحصة الخاصة بمئوية النادي الافريقي، نواصلوا في الاستماع الاغاني النادي الافريقي ثم راجعين كاملين حتى المرة 9:30.